القصة ايه، بتدور حوالين ايه يا ظافر؟ القصة هي قصة اجتماعية إنسانية جدا. دور الكور بتاعت القصة هو يعني اسمه حبيب وابنه اللي هو أحمد، يعيشوا في ظروف استثنائية، عندهم ديدلاين بضعة أيام لازم ينجزوا فيها يعني شيء مهم بالنسبة لهم الاثنين، وهذا يحطهم في ظروف استثنائية اللي خلينا نشوفهم كما نقولوا تحت الزوم، يعني علاقتهم والمواقف الإنسانية اللي ممكن العديد من التوانسة عايشينها في الوقت الحالي. يعني طبعا مين المخرج النموذج؟ يعني مدارس الإخراج مختلفة سواء في مصر أو في الخارج، في فرنسا اللي أكيد أنت متأثر بيها برضو أكيد، لكن يعني مين المخرج النموذج؟ هل أنت يعني الإخراج الواقعي ولا الإخراج هو انت جاوبت على السؤال على طول. هو بصراحه بالنسبه خصوصا للفيلم، لانه كل فيلم يمكن طريقه التصوير وطريقه تناوله بالنسبه لي انا الموضوع لازم يكون واقعي جدا من طريقه تمثيله الى طريقه اخراجه. فبالنسبه لي تناول يعني طريقه التصوير، طريقه الديكور، طريقه التمثيل، من الكتابه، من الضوء، النور، يعني كله بصراحة بطريقة طبيعية جدا وطريقة يعني بسيطة، لكن في نفس الوقت البساطة هذه ممكن هي اللي تعطي واقعية العمل، وممكن هي أيضا اللي ممكن تكون الجزء الصعب، لأنه قد ما يكون الشيء بسيط وسهل ممكن، لكن أحيانا كما يقولوا السهل الممتنع. فهذه يمكن المدرسة اللي ننظر لها من خلال في العمل هذا. يعني يعني بقالنا مدة انت توحشناك في السينما، وحشت والله، والسينما والدراما المصرية، بس انا عارفة ان عندك فيلم العنكبوت العنكبوت قريبا قريبا هيعرض. انتوا خلصتوه خلاص مش كده؟ من فترة التخليص خلصناه، والآن إن شاء الله يعني قريبا، يعني أول ما أظن يعني أنت عارف بجائحة كورونا عطلت قاعات السينما وقاعات العرض يعني، لكن أظن قريبا إن شاء الله يكون العنكبوت موجود في قاعات السينما. العنكبوت انتاج سينرجي. مين معاك في الفيلم يا ظافر؟ إنتاج وليد صبري، ومعايا طبعا النجم الكبير أحمد السقا ومنى زكي ومجموعة يعني من نجوم مصر. وبصراحة استمتعت جدا بالتصوير، هو فيلم مختلف بالنسبة لتجربتي في مصر، يعني تجربتي كانت مختلفة، لكن بالنسبة للدور هذا في أكشن ثريلر يعني تجربة مختلفة، وإن شاء الله الجمهور كما يقولوا ينبسط بالتجربة هذه لما إن تنزل شاء قاعات الله. يا رب.